تعال يا سواق المزرعة، فين كنت في فبراير من العام الماضي؟ هادي في 21/2 سجل السهم الأدنى هنا، بعدين طلع إلين القمة السنوية 41.75. القاع فين كان؟ 28.60. كم سعر السهم الآن بعد مرور سنة؟ اليوم ما نبغى نقول طلع ونزل زي موضوع البابطين، اليوم يتداول المزرعة 30.70. نأخذ المثال نفسه، فلنفترض أن هناك شخص ما جاء من قبل سنة اشترى المزرعة هنا وحط في باله أنا يمكن أدبل يمكن مدري إيه، أو جاته ظروف طلع السهم ما باع وجلس وفجأة شاف السهم يتراجع قال لك أنا أخذه رخيص، نزل السهم. تخيلوا أنه في نوفمبر كسر القاعدة، ولكن الحمد لله رجع فوقه الآن، وشوفوا ما زال حتى في طيحته يوم الأحد اللي هو قاع فبراير السهم كان 29، يعني فوق الدعم 28.60 قاع فبراير العام الماضي. هو بالمناسبة لما كسر هنا أساساً الدعم الأكثر استراتيجية اللي كنا نتكلم عليه كان على النظرية وكان هنا بالمناسبة يعني، وكنا نقول حتى ما دام هو قاع نوفمبر قلنا قاع نوفمبر كان هنا اللي هو 25.60، فطبيعي السهم إنه ينزل تحت القاع حق فبراير، لأنه نحن ذاك الوقت كنا نتكلم في ضربة نوفمبر كنا ننظر لقيعان نوفمبر عشان من سنة. تخيلوا إنه في قيعان نوفمبر من العام الماضي كانت 25.60 والسهم نزل ووصل قريب قاعه السنوي وسجل 26.60 الفرق ريال، والآن هو طبعا فوق الخط العرض الثاني اللي هو حق فبراير 28.60. فبرضو أسواق المزرعة فين يعتبر يتداول بالنسبة للموجة حقته الفرعية هذه؟ طبعا هنا لما نجي نسوي الأشياء دي لا سمح الله بإيش نستفيد نحن من هذه الدراسة، عشان لما يجي لا قدر الله يصير الضغط انت عارف الأبعاد الطبيعية، لكن تخيل شفت المنظر ده هنا في شيء غلط، معناه انت حتدخل في موضوع متوسط 50 واحتمال لا قدر الله حتى لو يبغى يسوي لك بربسة بدون إغلاق شهري يعني يكسرها بس ما يقفل تحتها بس يوصل هنا يجيب لك القاعدة. وهذا لو جينا نظرنا إلى نسبة التصحيح هنلاقي التصحيح 61 فيبو تقريبا، لا والله 61 فيبو شوفوا فين، 61 فيبو جاي مع 50، لا هذا الخط العرضي بعيد اللي عند 22 21 8. لكن على العموم دحين نحن لسنا في صدد ماذا لو كسر، نحن في صدد الآن إنه أسواق المزرعة منذ أن كون لنا قاع هنا وهو الآن ماشي في اتجاه صاعد. شوفوا حتى موقع فبراير احترمه، فاللي يبغى اللي مهتم في أسواق المزرعة يكفينا نقول له لا يكسر قاع فبراير من العام الماضي، لأنه لو كسره حتى حيبان عندك إنه هذه ردة الفعل اللي كانت من قاع نوفمبر انتهت. لذلك انت هنا تبغى تحسب حساب انه الموجة تاخدك كده فتوقف خسارة هنا. بس ما داموا هنا ان شاء الله يرتد وان شاء الله يطلع وعلى الاقل ياخدكم مبدئيا مثلا 38.61 فيبو من موجته الفرعية اللي نزل منها هنا. فشوف كم اعطاكم الان 61، يعني يقول لكم انا لو ما في حيل اطلع وأبغى أسوي قمة أدنى من قمة بس ممكن ألعب على النسبة الذهبية هنا وألعب على المحطات هذه مبدئية. لازم كمان نحن يا شباب يعني نشوف أخبار المزرعة، نشوف العوائد، نشوف هل يستاهل السهم إنه يغبر، ولو كان تبغوا تلعبوا معاه مضاربة وهو هناك معناه دائما حتكون عينكم على الترند، لأنه الترند ما يفرند. فلو وصلنا مثلا في المستقبل 36 وحصل لا قدر الله نزول وكنت انت ماشي مع الترند فما يصير تقبل وقتها انه يكسر، لانه تخاف بعد ايش يصير، هيشوف ايش ممكن يصير، انه لما السهم يجي نازل تقوم انت تقول انا شكلت قمة ادنى من قمة وترسم الترند الجديد كده وتيجي تحط القاع كده وشوفوا يا جماعة المدرسة الكلاسيكية
أنا تخيلوا إني قعدت أعطيكم فكرة بدون ما أرسم قناة، لكن شوفوا لو حصل السيناريو ده لا قدر الله، فحيكون قاع القناة هو نفسه 50 فيبو، وحيكون هو نفسه 61 فيبو. فمو ضروري موجة السوق يا أخوان. اليوم أنا قلت معلومة مهمة، لا أحد يبني صعود أسهمه على المؤشر، لا أحد يبني. دائما فكر في شارت سهمك، ودائما أدرسه. ترى مو ضروري نوصل 13500 والمزرعة فوق 40، ممكن المزرعة يكون قريب 36 ويجي التصحيح والمزرعة ما اخترق ولا كمل، ويجيك نازل فيكسر الترند. فإذا كسر الترند فين يروح؟ يروح عند الـ 24. ليش؟ أقل حاجة يقول لك أنتوا إيش بكم؟ سلامات، الحمد لله على سلامتكم. طيب من يأخذكم أنا من 2020 جايبكم من 13 إلى 42 يا مفتري في 2021؟ خلي عام 2022 عبارة عن قمم وقيعان هابطة، مظبوط ولا لا؟ ممكن ولا مو ممكن؟ هل الأسهم تتبني على المؤشر؟ أنتوا الآن شايفين بعيونكم، هل الشركات بتتبع المؤشر؟ ولا كل واحد بيتبع شارته بيتبع ظروفه؟ تخيلوا أنتوا الموجة رايحة 13500 وتحقق أهدافه ويجي السوق مصحح، والمزرعة فلنفترض كده فتلف الطارة، فهتقول قمة أدنى من قمة، أي كسر الترند فين رايحين؟ شوفوا لو قدر الله يبغى يطيح ويكسر الترند، ترى ممكن تشوف الفيلم ده مستقبلا. هذه السيناريوهات إن شاء الله ما تشوفوها، ولكن لازم تبقى دائما في نظركم، لأنه ممكن يجي واحد يقول يا أخي أنظلمنا، يجيك رد من واحد يقول لك ليش أنت مظلوم؟ أنت أساسا كنت في موجة هابطة، أساسا أنت جيت من أيام كورونا من 13 طلعت ل 42، تبغى تقارن نفسك في الراجحي؟ طب أنت زي الراجحي وأحسن، أنت دبلت مرة ومرتين وثلاثة من 13 و13 كم؟ 26 و13 39، انت جايب 42، يعني انت مدبل مرة ومرتين متضاعف سعرك. فليه زعلان انك انت ما مشيت مع الموجة دي؟ يا دوب دخلت في موجة مضاربية. انتبهوا من هذه الملاحظة في الشركات وانتوا بتتابعوها وتشتغلوا عليها. لكن لو ربي أكرمكم ومشيت الموجة فحصل فيها اختراق ل 61 فيبو وبدأت تطلع، معناها ممكن يروح يسوي قمتين، ساعتها وقتها نقول والله امتدت الموجة ممكن يروح، ولو طلع واقتحم القمة تبدأ مرحلة ثالثة ونقول لا والله الظاهر إنه في قمة أعلى من قمة، واحتمال السهم باختراق القمة يكشف 161 فيبو 51، وهناك أساساً بتكون أنت برضو قريب من مناطق استراتيجية. طلع اليسار حتلاقي إنها في هذه المناطق تقريباً ممكن تكون أهداف السهم في حال اختراقات قوية لمناطق زي 36 37 على النظرية.